انا تقريبا ساليت الباركور ديالي في ليكونومي، واليوم جيت نشوف لي ستوند. هذا فوروم ديال واد مونشوت، هذا فيه بزاف ديال لي ستوند، ومنها بغيت نشوف لي زورغانيزاتور ديال هذا لو ستوند، هذا شكون يدير لي زورغانيزاسيون، وجيت نتعرف على كل ستوند شنو كيدير، وكنعطي دي كيسيون بهكذا باش كنعرف ناخذ ان باجاج ونشوف واش هذاك الشيء كيناسب الباركور ديالي ولا لا. انا الدومين ديالي هو بغيت ندير شي حاجه ديالي، يعني لونتربرونيا سوسيال. كنفكر كيفاش نقدر ناخذ افكار اللي نقدر ندير بها واحد المقاوله وتنفع المجتمع في المستقبل ان شاء الله. المهم المشاركه ديالنا كانت عباره عن ورشات، لانه في هذا الفيستيفال كاين لونتربرونيا وكاين الروبوتيك وكاين ليدرشيب. المهم حنايا شادين لاكوتي ديال لونتربرونيا، نظمنا ورشات ديال لونتربرونيا، جبنا مدربين اللي كانوا يعني مدربين في المستوى، والحدث كما كتشوفوا داز مزيان والناس استمتعوا واستفدوا، وان شاء الله يعني نتمنوا اننا نواصلوا الشراكه ديالنا مع السفاره الامريكيه في المغرب، خصوصا اننا مع شركاء اللي يعني متميزين عندها، خدمنا معها في ثلاثه ديال لحد الان ثلاثه ديال المشاريع اللي هي كبرى. هناك شباب مشروع كما تشوفوا معايا هنا، شباب نتعلم السياسه، ثم هناك التلميذ المقاول الاجتماعي، وصولا الى الفيستيفال ديال مونشوت. دونك البروجي خزافيتي هو واحد البروجي اللي مديور من الطلبه ديال اناكتوس ديال لا فاكولتي دي سيونس جوريديك ايكونوميك ديال سالي. اي هذا البروجي متوجه خصيصا للناس ديال الولجه. الولجه واحد الكومبلكس كبير اللي موجود في سالي، اللي هو فيه كاع الحرفيين كيديروا صناعه الخزاف، كيديروا القصب، وكاينين حرفيين اللي كيديروا دي برودوي دارتيزانا واجدين. اي اوسي جينا بواحد لا نوفيل ابروش اللي هي لا ثيرابي، اللي هي المعالجه بالفن، ولا في لوكا ديالنا المعالجه بالطين. يعني اون اورغانيز دي زاتيلي اللي كيجيو لهم الناس، وفاش كيجيو ليهم كنعطيهم داك لو كونتاكت فيزيك افيك لارجيل اللي كيفيد بزاف، عنده ان امباكت بوزيتيف ايمونس سور لا سونتي مونتال ديال 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 الناس لي بارتيسيبون، بيسكو حنا الاصل ديالنا من الطين. سو منين كنرجعوا للطين سا سا في دو بيان، اي سا سي اون بون شوز بور se relaxer et pour se libérer de l'énergie négative.